وللمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة الزاوية مراسلنا خليل زعميط. خليل، كل عام وأنت بخير، ولو تضعنا في الأجواء الاحتفالية في مدينة الزاوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نعم خليل، هل تسمعنا؟ نعم، مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير، كل الأمة الإسلامية والشعب الليبي بألف خير بمناسبة مولد السيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، لو تطلعنا على كيف كانت الأجواء الاحتفالية في مدينة الزاوية؟ نعم، أجواء الاحتفالات في المولد النبوي الشريف كانت هذه الاحتفالات يعني خاصة عند الأطفال، يعني يذهبون إلى الأسواق العامة وأيضا إلى بعض المحلات لألعاب الأطفال. طبعا يعني كانت الأجواء الشوارع يعني مزدحمة يوم الأمس بالأطفال والكبار، إلى عند بعض المساجد طبعا قامت ببعض الاحتفالات الدينية في المساجد وأيضا نعم والتقاليد في بعض المساجد في مدينة الزاوية. يعني كيف تكون هذه الاحتفالات؟ هل تخرج مثلا من زاوية معينة في زوايا الموجودة في الزاوية وتلتقي في نقطة معينة؟ كيف هي هذه الأجواء مثلا؟ هل لديك خلفية عنها؟ نعم، بالنسبة لهذه السنة يعني كملتقى للزوايا يعني أو الفرق المدايح الدينية في مدينة الزاوية لا توجد أي تجمع لهم هذا العام، بس اقتصر هذا الاحتفال هذه السنة في بعض المساجد داخل المساجد نفسها أو داخل الزوايا نفسها، لا يوجد أي احتفال عام أو في تجمع معين في مدينة الزاوية. كانت هذه الاحتفالات يعني مقتصرة يعني لبعض المساجد فقط يعني أو بعض الأحياء، بعض الزوايا الصوفية يعني موجودة في، اقتصرت فقط على بعض الزوايا الصوفية تقول؟ نعم نعم. طيب نعم. يعني هل هناك عادات معينة في الزاوية غير العصيدة مثلا في الصباح؟ يعني هل هناك أكلة معينة تقومون بإعدادها مثلا في هذا اليوم؟ بالنسبة لليلة المولد النبوي يعني احنا نعرف يعني يقوموا أمهاتنا بما يعرف المسقي، يعني سواء كسكسي سواء رز مسقي، يعني هذا يقولوا له وجبة الموسم. وفي الصباح يعني معروفة عند كل الليبيين يعني العصيدة هذه من الثوابت بالنسبة لمدينة الزاوية، لكن ما فيش أكلة معينة يعني تكون معدة لهذا اليوم بالتحديد. نعم. شكرا لك خليل، وإن شاء الله ديما محتفلين وطيبين، وأهالي الزاوية إن شاء الله دائما يحيوا ذكرى مولد النبوي الشريف.